قبل ما نخش في تفاصيل الحلقه، قلت وهفضل اقول جمهور الاهلي ما بيضحكش عليه خالص. انت ممكن تضحك على الناس بعض الوقت، بعض الوقت ممكن تضحك عليهم، لكن مش طول الوقت هتقدر تضحك عليهم. واللي بيجي على الاهلي ما بيكسبش خالص، والتجارب اثبتت كده. حلو، نفس الحال الحقائق كلها واحده واحده بتبان، كل الامور كده مع الوقت هتبان للناس، مفيش حاجه بتستخبى خلاص بقى، كله بيتعرف حتى لو بعد سنين كله هيتعرف. وانا عايز استشهد كمان واقول محمد شريف في لقاء تلفزيوني لاعب الاهلي العائد من الاعاره قال لك ايه؟ قال لك الجنيه في الاهلي يساوي 10. ماشي، نادر شوقي امبارح قال لك ايه؟ قال لك لا الجنيه يساوي 20. انا بقول لحضراتكم الدقيقة في النادي الأهلي لا تقدر بثمن، وبرضه اسأل مجرب. في ناس كتير جدا خدت قرارات غير متوقعة، وبعد ما اعتزلوا كورة وبطلوا وكلام من ده ندموا أشد الندم، وفي كل تصريحاتهم بيقولوا إحنا غلطنا في حق الأهلي، وإحنا كان نفسنا نكمل، وإحنا وإحنا، وحاولوا على مدار مسيرتهم قبل ما يعتزلوا إن هم يرجعوا النادي الأهلي. كل دي يعني حاجات معروفة بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي. طبعا حضراتكم بتسألوا أنا بتكلم في كده ليه دلوقتي، أو كل اللي أنا بقوله دلوقتي ده ليه؟ لان امبارح احنا شفنا لقاء للاعلامي الكبير طبعا الاستاذ او الكابتن احمد شوبير، طبعا الاعلامي الكبير جدا، واستضاف الاستاذ نادر شوقي وكيل رمضان صبحي السابق واللي كان وكيله في توقيت المفاوضات مع النادي الاهلي، واللي كشف كل اكاذيب رمضان صبحي. يعني نادر امبارح كشف كل اكاذيب رمضان صبحي اللي كان قالها رمضان في الحلقه اللي ظهر فيها مع الاستاذ الكبير والاعلامي الكبير الاستاذ عمرو اديب من حوالي 10 ايام. فبالتالي انا عندي بعض النقاط اللي عايز اعلق عليها، وبعض النقاط اللي لازم تكون واضحه لجمهور النادي الاهلي. ممكن دلوقتي البعض يقول لك يا عم بص احنا داخلين بقى على بطوله افريقيا عايزين نركز. لا طبعا احنا هنركز في بطوله افريقيا هي الاهم، لكن حق الاهلي ما نسيبهوش. لما تيجي حاجات زي كده لازم نركز عليها ونبين ان الاهلي اتصرف صح، ونبين ان الاهلي كان عنده حق في قراراته وكان عنده حق في كل خطواته. فرصه لازم نقف عندها. ماشي، انا هبتدي بالكابتن شريف اكرامي. امبارح نادر اتسال، الراجل المحترم استاذ نادر شوقي اتسال مين قعد في جلسه تحديد المصير بخصوص انتقال رمضان صبحي لبيراميدز او بقائه في الاهلي. فالراجل قال لك اللي كان موجود انا اللي هو نادر شوقي، شريف اكرامي تمام لاعب الاهلي السابق، وجوز اخت رمضان صبحي، ومين تاني الرابع كان علي صقر وكيل رمضان صبحي الجديد. طيب دي حاجه مش جديده، رمضان نفسه اعترف بيها في برنامج الاستاذ عمرو اديب. طيب الجديد ايه؟ ان الكابتن احمد شوبير طبعا بذكائه المعهود ومهنيته الرائعه يعني في الحقيقه قال وسال سؤال ذكي جدا جدا، وعايز يطلع من نادر رساله معينه، يعني عايز إجابة ورسالة معينة، وده دور إعلامي مميز بصراحة. قال له طيب حد في الأربعة أو في الثلاثة اللي كانوا قاعدين مع رمضان دول اعترض؟ أنا بقى هسيب لحضراتكم التعليق. نادر شوقي بان جدا على وشه ووضح من كلامه لما هو اتكلم إن لا محدش اعترض. يعني أنت كنت موجود يا كابتن شريف، يا كابتن شريف يا ابن النادي، أنت كنت موجود مع رمضان أهو في جلسة تحديد مصيره وانتقاله البيراميدز. وأنا في الحقيقة بعض الأصدقاء المشتركين يعني مع كابتن شريف إكرامي، وأنا بحترمه على المستوى الشخصي بالمناسبة، اختلاف آراء ومواقف الواحد اتصدم فيها، لكن بعض الأصدقاء المشتركين يعني لموني شوية على انتقادي قبل كده للكابتن شريف إكرامي، وإن أنت بس يعني جيت عليه جامد وبتاع وكده، وقالوا لي زعلوا كمان وكلام من، بس الواضح هو إن أنا كان عندي حق. يعني الأيام كلها بتثبت انتقادنا ولومنا لشريف إكرامي كان في موضعه، وخصوصا بعد التويتات اللي كان كتبها شريف عشان يبرر موقفه أو يتنصل من دوره في انتقال رمضان صبحي. وبالعكس التويتات دي أدانت شريف سواء في توقيتها الخاطئ جدا أو حتى في بعض الكلمات اللي قالها بأنه هو كان أول المحفزين لرحيل رمضان للاحتراف وأول الرافضين لعودة رمضان للنادي الأهلي. يعني هو الراجل أدان نفسه بما أنه كابتن للنادي الأهلي في التوقيت ده، وبما أنه ابن من أبناء النادي الأهلي يعني. فأنت كنت موجود أهو يا كابتن شريف،
وهو بالمناسبه كان طلع مع احد الزملاء الاعزاء في احدى البرامج في اول لقاء لي بعد القصه دي، ولا لا انا ماليش دعوه، ماليش دعوه بموضوع رمضان صبحي، ما تدخلنيش في الموضوع ده. طب ما ايه المشكله كابتن شريف، انت لو ليك راي قوله سواء بالسلب او بالايجاب مش هتفرق. فيا ريت يا كابتن شريف بقى بعد كده ايه، ما تحاولش تلعب على تعاطف الجمهور معاك، لان خلاص مش هتكسب تعاطفه. اللي خرج من الاهلي بالطريقه دي خلاص بقى ينسى يعني، سواء شريف او سواء رمضان. انتوا خرجتوا بشكل مغاير تماما للشكل اللي خرج عليه احمد فتحي، طبعا خرج بشكل مميز جدا واكتسب احترام الجميع، لكن الاساليب دي والطرق دي غير صحيحه ومواقف ما بتتنسيش عند جمهور الاهلي. انت خلاص يا كابتن شريف خدت رمضان وديته بيراميدز، مفيش مشكله عادي يعني، خلاص مفيش مشكله نعترف بدي. فما نحاولش بس ان احنا ايه نكسب بعض من جمهور النادي الاهلي، او نقول بعض التصريحات اللي ما تكونش يعني مناسبه يعني، واللي بيدين اكتر للاسف. فده فيما يتعلق بشريف. فيما يتعلق بقى برمضان